فيض الخواطر. قالت الأرض: يا ربي ائذن لي أن أخسف بابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت السماء: يا ربي ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار: يا ربي ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال: يا ربي ائذن لي أن أسقط على مين؟ ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل الكون المسخر للإنسان تمرد على الإنسان، لم يعجبه الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود. كل شيء مسخر مسبح لله، الإنسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير. فالخادم من الكون تمرد. فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال: دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.